عم بواكب رودي حشاش ليلعب على النهائي مع احمد مازن هيها رودي حشاش. تخيلوا القوة البدنية الهائلة اللي عملها هلا رودي حشاش اللبناني. قوة بدنية هائلة. وكمان وزاري تاني إيبون يعني. إيبون واللاعب اللبناني رودي حشاش المركز الأول. رودي بكل المباريات ببطولة لبنان وبطولة عربية بغري بيربح مبارياته. بعد حوالي 24 سنة من التمرين المتواصل والمباريات الدولية والمثابرة شبه اليومية، أصبح اليوم رودي حشاش اسم لامع بلعبة الجودو بلبنان وخصم يحسب له حساب دوليا. ولكن مشوار رودي بعالم الجودو ما كان سهل أبدا، وإنما مليء بالإصابات الخطيرة وخيبات الأمل والتضحيات. المشوار الصعب صقل هالبطل من لبنان اللي قلب معايير لعبة الجودو اللبنانية بالداخل والخارج. بلشت جودو تقريبا كان عمري 10 سنين، بلشت اول شيء بالمدرسة، من بعد انتقلت على الكولوني، كنت اعمل كولوني بوقت الصيفية بالبودا. شافني بوقتها احد المدربين فادي سيقلي ورئيس الاتحاد الجودو فرانسوا سعاده، ومثل حطوا عينهم علي لانه شافوا بركي عندي مستقبل، قالوا لي ليش ما بتيجي تتمرن بنادي البودا انه بيتحسن مستواك هناك. فرحت وكان بدايه مشوار. وبعد دخول رودي الى نادي بودا تغير كل شيء، فالنادي كان مخرج ابطال كتار واكثرهم ما زال عم يتمرن. وهيك احتك رودي مع اسامي كبيره بالجودو الى ان جاء التحدي الكبير بطولة لبنان للكبار. تقريبا كان عمري 16 سنة لما قال لي رئيس الاتحاد انه لازم تشترك ببطولة لبنان للكبار. قلت له اوكي، ويعني البطولة كانت لفوق ال 21 سنة، يعني تقريبا 5 سنين فرق. اشتركت وكنت حاضر وربحتها، وكانت بداية طريق طويل. ربحت من بعدها الألعاب الفرنكوفونية، طلعت ثالث فيها، وغرب آسيا طلعت أول، وعدة بطولات انترناسيونال و كنت عم بربحهم وقلعت. من بعد ما ربح بطولة لبنان للكبار أصبح رودي الخيار المفضل لفرانسوا سعادة رئيس اتحاد الجودو بلبنان وكرت الصبحة. وطبعا مثل كل لعبة لما يوصل اللاعب لمستوى الاحتراف تأتي الإصابات يلي ما كانت غريبة أبدا عن رودي حشاش. هالإصابات كلها والضغط من الجامعة حيث كان رودي عم يدرس الصيدلة جعلته يبتعد شوي شوي عن الجودو إلى أن توقف بشكل نهائي عن البطولات عام 2001. ولكن رغم التوقف عن المشاركة بالبطولات التمرين اليومي ما توقف، وبقيت الأمور على هالحال حتى العام 2008 اللي كان نقطة التحول بحياة رودي حشاش الرياضية. بعد 5 أيام على إحرازه الميدالية البرونزية لبطولة آسيا للوزن المفتوح بجودو وتأهله للمشاركة بالألعاب الأولمبية الصيفية ببكين، رح نعرض للمرة الأولى بالصور إنجاز البطل اللبناني رودي حشاش بكوريا الجنوبية. حقق اللاعب رودي حشاش إنجاز كبير للبنان بحلوله بالمركز الثالث بالوزن المفتوح ببطولة آسيا للجودو اللي جرت بكوريا الجنوبية، وهي الميدالية الوحيدة اللي بينالها لاعب عربي بهالبطولة، وذلك بعد فوزه على لاعب صيني ولاعب فلبيني وخسرته قدام لاعب كوري، فحجز بفضله مقعد له بجدارة بدورة الألعاب الأولمبية اللي رح تصير ببكين الصيف المقبل. أولمبيك جيمز أكيد هي مثل حلم لكل لاعب، وأكيد حيالة لاعب جودو. هونيك وقت رحت لهونيك كانت ببيجينج، لعبت أول شيء ضد الكوبي اللي هو طلع تاني، أوكي ماتش خسرته. اللي بعده كان ضد البيرو، ربحته للماتش اللي خلاني ألعب من بعده ضد البرازيل. البرازيل كان ماتش صعب، تقريبا ضلوا 7 دقائق خلص الماتش، بس بالنهاية خسرت فرق نقط يعني، وطلعت 7 بالأولمبيك جيمز. اليوم التمرين عند رودي شبه يومي من ركض والجيم، حيث التركيز مش على القوة فقط وإنما على السرعة واللياقة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الرياضية. وبعد حوالي 2 ساعة بالجيم قبل الظهر هناك تمرين الجودو، حيث بحاول رودي الوصول بتقنيات الجودو قد ما بيقدر لحد الكمال. واليوم أيضا بيبقى قدامه التحدي الكبير وهو الألعاب الأولمبية،
فهل سيحقق رودي إنجاز جديد يضاف على لائحة إنجازاته السابقة؟ قوة بدنية هائلة.